رابط رابط الان الى عبد الرحمن العبيد الان. عبد الرحمن العبيد الان يتقدم، النجم الذي كان سابقا في القادسيه وانتقل الى نادي النصر في الموسم تعاد الكره. حمد الله هاتريك 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 جول، الهدف الرابع لمصلحه نادي النصر، والهاتريك لحمد الله الهداف وهداف نادي النصر، المهاجم الذي لا يرحم، المهاجم الذي بكل تأكيد هو مكسب مكسب كبير جدا لنادي النصر. هذا الهاتريك هذا الهاتريك بالنسبة لحمد الله، وقد يسجل السوبر هاتريك في آخر 10 دقائق ويكرر سيناريو مباراة الرايد. السوبر هاتريك بالنسبة لحمد الله